أهلاً بكم أصدقائي متابعي راديو الأهرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسواق.com. هنعرف كل جديد عن أسعار السلع، بس في الأول ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد عن أسعار الأسواق. زي ما احنا عارفين ان بقالنا فترة طويلة في ارتفاع في اسعار البطاطس، ووصل كيلو منها لعشرة جنيه. وبعد سؤال الخبراء اتأكدنا ان السبب الحقيقي وراء الارتفاع ده هو بيبقى في فواصل بين العروة والتانية في الزراعة، والارتفاع ده بيبقى في نفس التوقيت من كل عام. وعشان احنا عارفين ان مفيش بيت يقدر يستغنى عن البطاطس، وخاصة لما يكون في اطفال، في برنامجنا النهاردة هنبشركم خبر جديد إن أسعار البطاطس هتنخفض أسعارها بعد 10 أيام مع نزول المحصول الجديد، ومش هيزيد سعرها عن 3 جنيه للكيلو، وده بعد ما سألنا المزارعين اللي أكدوا لنا المعلومة. وإحنا بننصحكم أعزائي متابعي راديو الأهرام ننتظر في الفترة دي لحد ما تعود الأسعار، وخاصة إن محاصيل الموسم الشتوي الجديد نزلت، يعني في بدائل للسلع. فخلينا نبعد عن استغلال بعض التجار ونشوف أصناف بديلة خلال العشر أيام دول. وعن باقي الأسعار، الفاصوليا سجلت 5 جنيه للكيلو، والقلقاس ما بين 4 و 5 جنيه للكيلو، والسبانخ ب 5 جنيه، والبسلة مع بداية ظهورها ب 10 جنيه، والليمون بيتراوح ما بين 5 و 7 جنيه، والقرنبيط في أول الزهور بسعر 7 جنيه، والبصل ما بين 2.5 و 3 جنيه، والطماطم ما بين 2 و 3 جنيه، والجزر ما بين 4 و 5 جنيه، والخيار في منه البلدي ده بسعر 4 جنيه، والصاب بسعر 6 جنيه. أما عن الفاكهة فسجل البرتقال في أول ظهوره 4 جنيه، والموز نزل المحصول الجديد بسعر 9 جنيه، والجوافة بتتراوح ما بين 5 و 6 جنيه، والرمان بكميات بسعر 4 جنيه. ولكن زي ما انتوا عارفين ان الأسعار بتختلف من سوق للتاني، وفي المدن الجديدة السعر بيبقى أعلى من المناطق الشعبية، بس دي أسعار سوق العبور، يعني أصل السعر بكل سلعة. ودلوقتي هننتقل لأسعار الذهب اللي سجل الأسبوع ده عيار 21 بسعر 788 جنيه، وعيار 18 بسعر 675 جنيه، وعيار 24 سجل 900 جنيه. أما بقى الجنيه الذهب فسجل قيمته 6644 جنيه. وفي معلومة أحب أوضحها لكم، إن سعر البيع بيختلف عن سعر الشراء، يعني بمعنى أدق لما تيجي تبيع الذهب الخاص بيك السعر بيبقى في حدود ما بين 4 ل 6 جنيه، ده بيقل في حدود 4 ل 6 جنيه، ده في الجرام الواحد على حسب نوع الجرام، ده غير فرق المصنعية اللي بيتضاف لسعر الشراء. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، بنتمنى لكم يوم جميل وتسوق ممتع. استنونا في حلقات جاية عشان نعرف أصل السعر بكل سلعة. كانت معكم سماح الجمال.